فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من المعلوم حفظكم الله أنه إذا كان بين المسلمين والكفار عهد فإن المسلمين لا ينقضون العهد إلا إذا أعلموا الكفار، فعلى ما يحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين تخبأ مع جيشه ودخل مكة على قريش؟ لأنه انتقض عهدهم. الرسول إذا أراد أن ينهي، ما هو إذا أراد أن ينهي العهد فإنه يخبرهم، يقول لكم مدة كذا وكذا، إنهاء، هذا إنهاء العهد. أما إذا خانوهم فلا، ما يخبرهم بذلك. نعم.